الدوري المصري. تغطية دفاع الجزاء، كرة ملعوبة، لا 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 هذه الكرة والمحاولة خطة الجزاء، لا 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 ومن الباب الكبير يطرقون أبواب غيل بأقدام صلاح في الثانية في المكان المناسب في المناسب أم الدنيا تعود. تستفيد منهم دول مثل هولندا، بلجيكا، اسبانيا وغيرها من دائما يذهب للبلد الام لانها كانت الطموحات زلزولي وغير ان حارس المرمى ايضا جاباسكي ترك ارض شناوي صبحي ومحمود جاك لاعب نادي للحارس محمد صبحي كل في الدقيقه رقم 95 الدقيقه الخامسه من احدي الكره وهذا التدخل ياتي هذا هو التصدي الاول لمحمد صبحي ايضا محمد صلاح هذا الالتحام اللي كان ما بين صلاح وما بين روبن سايد الى خارج ارضيه الملعب ركله مرمى ركله مرمى ومنتخب يتاهل صلاح ارضيه الى تريزيجيه وتريزيجيه يسجل مصر تقلب الطاوله على المغرب مرمى صلاح